إذا نبدأ من التطورات الأمنية، حيث أعلنت وزارة الأمن الإيرانية الكشف عن مجموعة إرهابية كانت تخطط لعمليات تزعزع أمن الانتخابات الإيرانية. الوزارة أشارت إلى ضبط كميات من المتفجرات في حوزة الخلية التي كانت تخطط لإحراق بعض اللجان الانتخابية باستخدام قنابل يدوية محلية الصنع، كما قال المتهمون في اعترافات بثها التلفزيون الإيراني. یک کانال‌های مجازی چون به روانشناسی علاقه داشتم و مطلب روانشناسی رو دنبال می‌کردم، می‌خوندم، دوست داشتم، علاقه داشتم. یه لینکی بود، از طریق اون لینک که داخل کانال روانشناسی بود جون شدم به یک کانال دیگه. از طریق گروه‌هایی که جون شده بودم بهشون، یه خانومی به نام کم کم رازی که انتخابات شد و طرح‌های جدیدی آورده بود که گفت جواد تو میتونی بری اعلامیه بچسبونی، این کار انجام میدی. بعد کم کم متوجه شدم که سوئد زندگی میکنه، از طریق همون فضای مجازی میاد و وارد میشه با ایرانیا صحبت میکنه. بهم گفت که کوکتل مولوتوف میتونی بسازی. گیتی از من خواسته بود که ستادهای انتخاباتی رو آتیش بزنی. گفتم نمیتونم، خطرناکه. چرا؟ گفت چرا میتونی؟ تو شبانه این کار یواشکی انجام بده، کوکتل مولوتوف بساز، بذار داخل سطل آشغال قایم کن جایی توی جوبی و شبانه برو این کوکتل مولوتوف رو بزن، شیشه رو بشکن و آتیش بده ستادهای انتخاباتی رو. إذن هذه كانت يعني بعض الاعترافات التي نشرت. للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران مراسل الميادين حازم كلاس. إذن حازم، ما الجديد حول هذه الخلية الجديدة أيضا وتكرار يعني اكتشاف هذه الخلايا في هذا الوقت الحساس قبيل الانتخابات؟ نعم، يعني في الحقيقة يمكن الفهم من خلال بيان وزارة الأمن الإيرانية أن هذه الخلية هي مرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق بحسب بيان الخارجية، بحسب بيان وزارة الأمن. ويمكن الإشارة إلى أنها ربما تكون هي الخلية ذاتها التي كان وزير الأمن الإيراني محمود علوي قد تحدث عنها قبل أسبوعين، ولكن اليوم تكشف هذه التفاصيل بالصوت والصوت. قبل أسبوعين كان وزير الأمن الإيراني قد تحدث عن خلية كشفت قرب طهران في محافظة البرز في مدينة كرج، وهذه الخلية كانت تعد العدة لزعزعة الأمن الانتخابي من خلال عدة خطط رسمتها. بطبيعة الحال المسؤولون الإيرانيون معتادون على هذا الأمر، ودائما حتى قبل الانتخابات كان هناك العديد من التصريحات من قبل الأجهزة الأمنية وأيضا الأجهزة العسكرية بأن الأمن في إيران خاصة تزامنا مع الانتخابات ومع كل انتخابات، نعرف أنه سنويا يعقد تقريبا انتخابات في إيران يعني بشكل أو بآخر، سواء رئاسية أو برلمانية أو بلدية أو خبراء قيادة، كل هذه الفترات من الانتخابات هي توقيت حساس تحاول فيه المجموعات الإرهابية استهداف الأمن في إيران. لذلك المسؤولون يؤكدون دائما على رفع المستوى الأمني، خاصة يعني مع اقتراب يوم الاقتراع. إيران كانت قد أعلنت على سبيل المثال قوى الأمن الداخلي في إيران أن 20,000 عنصر من القوات الخاصة في قوى الأمن ستشرف على ضبط عملية الانتخابات أمنيا. حرس الحدود أيضا يعني يتابعون مهمتهم في حفظ أمن المراكز الحدودية وحدود إيران بشكل متصاعد بحسب الأجهزة المعنية هنا والقوات العسكرية كلما اقترب يوم الاقتراع. لذلك يعني من الطبيعي أن يكون هناك ربما مثل هذه الأحداث، ومن الطبيعي أن تكشف أيضا، وخاصة إذا أردت أن أشير إلى هذه الحادثة اليوم تحديدا، وبحسب وزارة الأمن بيان وزارة الأمن تم ملاحقة
عناصر هذه الخلية من خلال أجهزة التواصل الاجتماعي، التواصل بينهم وبين الخارج وتحديدا يعني بعض الدول الأوروبية، كما أشارت التصريحات تم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهناك في الأجهزة الأمنية الإيرانية أجهزة متخصصة بمتابعة ورصد مواقع التواصل الاجتماعي لهكذا حالات تحديدا. نعرف تماما أن الانتخابات الإيرانية حاليا ودور وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الانتخابات تحديدا دور كبير جدا، لدرجة أنه يمكن القول أن الدعاية الافتراضية حلت محل الدعاية التقليدية في الشارع. الجميع يتابع أخبار الانتخابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك قد يكون من السهل التسلل عبرها، ولكن يبدو أن أجهزة الأمن الإيرانية أيضا صاحية لذلك. بقي أن أشير إلى أن يعني هذا الأمر ربما ليس بعيدا عن السياق العام. خلال عام 2016 بحسب وزير الأمن الإيراني، إيران كشفت 30 خلية إرهابية، وفي العامين اللذين سبقاها أيضا كان هناك كشف أكثر من 45 خلية إرهابية. شكرا على كل هذه المعلومات زميلنا حازم كلاس مراسل مدين، كنت معنا من طهران. والآن نبقى أيضا في العاصمة الإيرانية، حيث ينضم إلينا السيد عباس أصلاني وهو مدير شؤون دولية في وكالة تسنيم الإيرانية. وأيضا أرحب معنا في الاستوديو بزميلنا علي هاشم، مدير أو خبير أو محلل الميادين للشؤون الإيرانية والإقليمية، مدير وخبير ومحلل. شكرا. طيب أستاذ عباس أصلاني، سأبدأ معك لو سمحت بمسألة الأمن، الخلية الأمنية التي كشفت. ما مدى خطورة الوضع الأمني الآن قبيل الانتخابات، وهل تعتقد أنه ربما قد يكون هناك فعلا تحضير لعمل كبير كما تكشف وزارة الأمن الإيرانية؟ من خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت بینندگانتون لكم و للمشاهدين، واشكركم على دعوتكم لي للمشاركه في هذا البرنامج. طبعا اود ان اقول ان ايران موجوده في منطقه لا تجري فيها الانتخابات في كافه الدول، وليس هناك ديمقراطيه في هذه الدول، لذلك دوله موجوده في مثل هذه المنطقه تجري فيها انتخابات على الاقل كل عام. وكثير من الدول لا يحبون أن يشاهدوا مثل هذا المسار الديمقراطي في إيران، لذلك هناك بعض المجموعات ومن بينها مجموعة مجاهدي خلق التي لا تقوم فقط بعمليات إرهابية ضد الإيرانيين، بل حتى ضد العراقيين وضد الأمريكيين قد قامت بها في السابق، وقد صنفت ضمن المنظمات الإرهابية في اللوائح الأمريكية والأوروبية. طبعا نحن نشهد مؤخرا كيف أن هذه المجموعة الإرهابية تقوم بالتواجد في إيران من قبل وبدعم من السعوديين والأمريكيين ومن بعض الدول الأوروبية، وهم نفسهم الذين شاركوا في المؤتمرات التي قامت بها هذه المجموعة أو هذه المنظمة. وبالعودة إلى الخلية التي كشفت مؤخرا، تدل المؤشرات على أن هذه المجموعة كانت تريد أن توجد وضعا أمنيا وتهز الوضع الأمني في إيران، وأيضا تود أن تطرح وأرادت أن تطرح تساؤلات على الانتخابات التي تجري في إيران. وفي الواقع في هذه الانتخابات هناك جو من التفاعل من قبل الشعب، وأرادوا أن يضربوا هذا الجو، لكن إيران لديها سابقة ولديها في السابق كانت تجري فيها كثير من الانتخابات، ويتوقع أن لا يكون هذا الموضوع صعبا بالنسبة للمسؤولين، أو التعامل مع هذا الموضوع صعبا بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين، وأعتقد أنهم يستطيعون التعامل مع هذه الأمور ولا يسمح
يسمحون لبعض المجموعات وبعض الخلايا أن تخل بالوضع الأمني قبيل الانتخابات في إيران. وهناك مناسبات كثيرة تجري في إيران، انتصار الثورة والمراسم القومية التي تقام في إيران. كنا نشهد فيها كثيرا من المجموعات الإرهابية والخلايا الإرهابية التي تريد أن تقوم بعمليات في نقاط مختلفة من إيران، ولكن أجهزة المعلومات وأجهزة الأمن كانت تحول دون القيام بذلك. لذلك إن الانتخابات التي سوف تحصل في المستقبل سوف تقوم هذه الأجهزة الأمنية بدورها بشكل مناسب فيها. سيد أصلاني، أيضا هناك معطى آخر، يعني أنت قلت بأن مجاهدي خلقية تشغل من قبل السعوديين والأمريكيين. أنتقل إليك علي في هذا الموضوع، مسألة يعني هذا الانخراط أو التنسيق بين أو استخدام، لا أدري يعني ماذا يمكن استخدام تعبير للعلاقة بين السعودية أو دول الخليج أو حتى الأمريكيين ومجاهدي خلق. وأيضا هناك مسألة التجنيد عبر وسائل التواصل، يعني إلى أي مدى هي فاعلة في الوقت الحالي لخرق الداخل الإيراني؟ يعني بالنسبة في البداية تحية للضيف أستاذ عباس أصلاني ولك لأنا، فيما يتعلق بمسألة مجاهدي خلق والربط الإيراني بين هذه الجماعة وبين المملكة العربية السعودية، الأمر يعود في مكان ما إلى تبني يعني بعض المسؤولين السعوديين لحالة مجاهدي خلق في أحد المؤتمرات التي نظمها، يعني بالضبط طبعا التي نظمتها هذه الجماعة في يعني في باريس، ومن ثم التأكيد المستمر على العلاقة مع بعض الشخصيات في هذه الجماعة التي هي بالمناسبة في إيران يعني ليس لديها أي إذا صح التعبير أي قاعدة جماهيرية. وهذا الأمر يعود بالدرجة الأولى إلى أن هذه الجماعة شاركت في الحرب الإيرانية العراقية على الجانب العراقي مع جيش صدام حسين الذي كان يعني يحارب إيران في ذلك الوقت. ولذلك فإن الكلام حول هذه الجماعة في إيران دائما يأخذ منحا سلبي. حاليا هناك في دور السينما في طهران فيلم بعنوان مجاري نيمروز، وهو يتحدث عن هذه الجماعة في بدايات الثورة الإسلامية وما قامت به هذه الجماعة من عمليات إلى آخره. على كل الأحوال يعني نعود إلى هذا الموضوع بشكل سريع. فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، يعني المسألة بالنسبة للإيرانيين مسبوقة وليست المرة الأولى التي يحدث هذا الأمر فيه. طبعا هناك اتهامات يوجه الإيرانيون إلى العديد من الجهات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال أحداث العام 2009 لتجنيد بعض الأشخاص من أجل القيام ببعض العمليات في الداخل أو القيام بغض النظر عن الوسيلة، لكن من أجل هز الوضع الأمني. الإيجابي في الأمر بالنسبة للإيرانيين اليوم بأنهم يكشفون عن هذه المجموعات قبل أن تقوم بأي شيء على الأرض، وهذا الأمر يعني بشكل أو بآخر يظهر ربما سيطرة يعني أجهزة الأمن على هذه. طب ندخل الآن في الموضوع الانتخابي والتصريحات، حيث أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه سيواصل الطريق لإلغاء العقوبات غير النووية بالتشاور مع المرشد الأعلى والسلطات الإيرانية الأخرى. وفي أكبر تجمع انتخابي له في طهران شارك فيه نائبه المرشح إسحاق جهانجيري، قال إن البعض أضر بالمصالح الوطنية لأهداف سياسية خاصة به خلال إجراء المفاوضات مع الدول الكبرى. وكان جهانجيري قد تحدث عن بدء حوارات لعقد تحالفات بين المرشحين الرئاسيين والقوى السياسية في البلاد. این دولت
المرشح الإصلاحي للرئاسة الإيرانية مصطفى هاشمي طب أعلن أنه سيصوت لصالح الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني، لكنه أكد أنه سيبقى في السباق الرئاسي. طب دعا إلى تقوية حظوظ الرئيس الإيراني بالفوز، وقال إن من الصعب توقع من سيكون الرئيس المقبل. شما اگر کاندیدا نبودید خودتون به کی رأی میدادید؟ المرشح إبراهيم رئيسي حذر من أن الشعب سيتحرك إذا لم يتم الاستماع إلى طلباته، وخلال جولة شملت عددا من المدن أعلن رئيسي أن في حوزته ملفات سرية بشأن عمل الحكومة الحالية، لكنه يمتنع عن الإفصاح عنها بسبب التزامه بالقانون. أما بما يتعلق بالمناظرة، فكيف كان وقع هذه المناظرة أمس، وما رأي الشارع الإيراني بها؟ أجواء الانتخابات الرئاسية الإيرانية بعد المناظرة الأخيرة بين المرشحين الستة من جديد مع زميلنا حازم كلاس. لا يزال أفق المشهد الانتخابي للرئاسيات الإيرانية غير واضح، هكذا يمكن اختصار الأجواء بعد انتهاء المناظرات المباشرة بين المرشحين الستة. أجواء تكشف أكشاك الصحافة بعض كواليسها السياسية. الصحف الإصلاحية رأت أن روحاني وبمساعدة جهانجيري أطلق رصاصة الرحمة على منافسيه بأسلوبه، أسلوب التدبير والأمل. فيما رأت الصحف الأصولية أن موقف روحاني كرئيس للحكومة الحالية بدا موقفا دفاعيا في الغالب، إلى جانب محاولات لإقناع المتابعين بالوضع الموجود في البلاد. لكن الجميع اتفقوا على أن ختام المناظرات كان عاصفا، لكن ليس إلى الحد الذي يمكن الكثير من الإيرانيين من حسم خيارهم. لا زلت مترددة في المشاركة بالانتخابات، وعلي أن أرى ما الذي سيحصل من تطورات. هذه المناظرات تبدو أشبه بلعبة سياسية في رأيي، لأنهم لا يوضحون برامجهم. استطلاعات الرأي القادمة حديثا إلى مشهد الانتخابات الإيرانية لم تبتعد عن آراء الشارع. أما في أجواء السباق الانتخابي، فيبرز إعلان كل من روحاني ورئيسي وقاليباف على لسان ممثليهم استعدادهم لإجراء مناظرات ثنائية فيما بينهم، أمر لا يتوقع أن يحظى بقبول اللجنة المشرفة على الدعاية الانتخابية، كما جرى سابقا رفض إجراء مناظرة بين روحاني والرئيس السابق محمود أحمد نجاد. ليضاف إلى المشهد أيضا إعلان متوقع من المرشح مصطفى هاشمي طبا، لكن بصيغة لافتة، حيث قال إنه سيصوت لروحاني في الانتخابات. بعض الاستطلاعات تتحدث عن تقارب بين روحاني ورئيسي، لكن الجميع يحاولون الحصول على الأصوات الرمادية. البرامج الدعائية للمرشحين عبر الإذاعة والتلفزيون الإيرانيين ستتواصل إلى جانب تجمعاتهم الانتخابية في مختلف المدن الإيرانية. بين موافق ومخالف لهذا المرشح أو ذاك في المناظرة الاقتصادية الأخيرة بين المرشحين للرئاسة الإيرانية، أقفل باب المناظرات لتبدأ الانتخابات الرئاسية الإيرانية مرحلة جديدة تقوم على أمرين: لقاءات جماهيرية مكثفة في المحافظات الإيرانية، وتحالفات سياسية سترسم المشهد الأخير عشية يوم الاقتراع. حازم كلاس، طهران، الميادين. طبعا زميلنا حازم تحدث عن المناظرة وعن مرحلة ما بعد المناظرة والمواقف، ولكن أيضا تحدث عن نقطة مهمة هي التحالفات. أسألك عنها أستاذ عباس أصلاني، فيما يتعلق بالتحالفات الجديدة، كان بارز حضور جهانجيري لتجمع انتخابي للرئيس روحاني، وأيضا الإعلان الآخر من قبل المرشح طبعا أنه سينتخب روحاني، يعني إذا لم يكن مرشحا. هل بدأت الصورة تتضح في من سينسحب
لصالح روحاني في نهار الجمعة الرئاسي؟ خب ما فيك بكونام باتوجه من مناظرات انتخابات. بالنسبة للمناظرات التي حصلت في إيران، وهذه المناظرات تحظى بأهمية كبيرة لدى الشعب الإيراني، لأن كثيرا من الناس في إيران يكسبون معلوماتهم عن المرشحين عبر التلفاز وعبر شاشات التلفاز وهذه المناظرات. طبعا ما يجري الآن من حديث حول الانتخابات في إيران هو أنه بداية، هل أن الانتخابات سوف تنتهي في مرحلتها الأولى وسوف يتضح من هو الفائز فيها؟ وهناك أيضا موضوع وسؤال آخر يطرح، وهو أن بعض المرشحين هم فقط مرشحون كواجهة ليغطوا غيرهم. وأعطي هنا مثالا السيد جهانگیری الذي طرح نفسه كمرشح ولكنه جاء كمرشح ليغطي السيد روحاني ويشارك معه في الانتخابات أو في السباق إلى الرئاسة. السيد روحاني كان لديه قال أنه سوف يصرح عن أمور في المستقبل على التلفاز أمورها، لكن إذا ما عدنا إلى الآراء التي يتم أو الآراء التي تؤخذ للشعب الإيراني والتي تكون عادة غير رسمية، استطلاع الآراء لا تشير إلى أن السيد روحاني سوف يكسب بناء المرحلة الأولى أو لديه تلك الشعبية. ولو أن الدعم للسيد روحاني قد يكون مثمرا في هذا السياق. وهنا أيضا يطرح سؤال آخر، وهو أنه بين السيد قالباف والسيد رئيس الذين يعتبرون من المرشحين الأصوليين، هل سيشارك كان هما في الانتخابات أو أن أحدهما سوف ينسحب بصالح الآخر؟ أعتقد أنه بما أن جزءا من سلة أصوات السيد قالباف والسيد رئيسي ليست مشتركة مع السيد رئيسي، فهما سوف يشاركان كل على حدة في هذه الانتخابات، لأنهما يعتقدان أنهما من خلال بهذه الطريقة سوف يستطيعان كسب الآراء لصالحهما، وبالتالي التقليل من حظوظ فوز السيد روحاني في المرحلة الأولى، وتتمدد الانتخابات إلى المرحلة الثانية. وفي المرحلة الثانية قد تكون الانتخابات أو المنافسة مع السيد روحاني أقل جدية من الدورة الأولى. ولكن تطرقت إلى نقطة أيضا همس أسألها لزميلنا علي هاشم، إذا ما انسحب جهانگیری ومصطفى هاشمي طبعا لصالح روحاني، هل من الممكن أن يفوز في الدورة الأولى أم أن الاستطلاعات ربما مسألة خروج جهانگیری من الدورة الأولى يعني هي أساسا مسألة متوقعة منذ بداية طرحه للترشح، لأنه منذ البداية قال بأنه ينزل إلى هذه الانتخابات لدعم حسن روحاني. هلا مسألة هاشمي طبا ربما هي تفصيلية بشكل كبير، باعتبار أنه السيد هاشمي طبا في الاستطلاعات في أهم استطلاع لم يذهب فوق 1.5% أو 2%. لذلك يعني روحاني اليوم يقاتل بالشعبية التي لديه مباشرة، بترشيح الإصلاحيين له بشكل مباشر، بدعم الأصوليين المعتدلين له، بالجماهيرية المحدودة الموجودة حتى الآن لفريق الاعتدال لديه. هؤلاء الذين يعول عليهم حاليا روحاني للفوز في الانتخابات. طبعا لا يزال روحاني حتى اللحظة يعول أيضا على نسبة من الأصوات الرمادية، نعم، التي يعني في آخر الاستطلاعات ربما المناظرة دفعته إلى المزيد، يعني كما يقول الإصلاحيون أن يمكن القول يعني من خلال المتابعة ربما لم يقدم روحاني الكثير من الأجوبة بالأمس، لكن في المقابل أيضا خصومه لم يستطيعوا أن يقدموا أي مشروع واضح. لذلك
يعني قد يذهب الرمادي باتجاه دعم رئيس الجمهورية أكثر مما يفضل دعم شخص جديد لا يعرفه للوصول، باعتبار أن هذا الرجل يعني في نهاية الأمر هو في موقعه رئيس للجمهورية، لديه مشروع يعمل عليه، ولنعطيه ربما 4 سنوات لاحقة. طبعا هذا في العام الأغلب، لكن في إيران دائما هناك مفاجآت، في إيران دائما تحدث أو يتخذ القرار لدى المقترع في اللحظة الأخيرة أمام صندوق الاقتراع، وهناك طبعا كما أن هناك 50% أو 51 أو 52% شاهدوا بالأمس المناظرة، هناك عدد كبير أيضا لم يشاهد هذه المناظرة، وسيعتمد على ربما أحاسيسه الشخصية تجاه هذا المرشح أو تجاه ذاك المرشح. أما المنتمين فهم محسومون، يعني الفريق الذي يؤيد الأصوليين محسوم الأصوات باعتبار أنه ما بين قليباف ورئيسي، وهنا طبعا الذي قاله عباس أستاذ عباس فيما يتعلق بانسحاب واحد منهما لصالح الآخر، يعني قد لا يعطي للآخر نسبة من الأصوات التي لديه من الرماديين، وهذا الأمر يعني يضع الجميع لدى فريق الأصوليين أمام علامات استفهام وأسئلة كبيرة للمفاضلة بين الاثنين. طيب سنذهب الآن إلى فاصل قصير، نعود بعده لنتابع رئاسيات إيران 2017 وأيضا محاور جديدة نتطرق إليها، ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم مشاهدينا إلى رئاسيات إيران 2017. كنا نتحدث قبل الفاصل عن آخر التطورات متعلقة بتصريحات المرشحين بالمناظرة الاقتصادية الهامة التي كان ينتظرها الشارع الإيراني بشكل كبير، على اعتبار أن الاقتصاد ينتخب هو ناخب أساسي في هذه الدورة بالنسبة لفرص العمل، بالنسبة للتشغيل، بالنسبة لرفع العقوبات وكل ما إلى هنالك. وكنا قد أوردنا تصريح للرئيس حسن روحاني يقول فيه أنه سيواصل الطريق لإلغاء العقوبات غير النووية بالتشاور مع المرشد الأعلى والسلطات الإيرانية الأخرى. وعن هذا الموضوع سأسألك علي، في هذه المسألة يعني كيف سيعمل على ذلك؟ مسألة العقوبات غير النووية ومسألة العقوبات بشكل عام، يعني هل بعد المناظرة هي أصبحت عامل قوة أم عامل ضعف بالنسبة للرئيس؟ يعني حسن روحاني في موضوع إلغاء العقوبات يعني هو يعني ربما يخاطر، يأخذ مخاطرة تشبه المخاطرة التي أخذها في العام 2013 بمجموعة الوعود التي أطلقها. يعني هذا الوعد ليس وعدا سهلا، والأمر ليس بيده بشكل كامل ليتمكن من إعطاء وعد فيه، لأنه في نهاية المطاف هناك مجتمع دولي، هناك الولايات المتحدة الأمريكية، هناك التزامات معينة مطلوبة من هذه الدول تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية من إيران لتنفيذها من أجل التحرر من هذه العقوبات. يعني المسألة معقدة في هذا الإطار، وهو يعني يضع نفسه في موقف صعب فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا، لكنها في نهاية المطاف نقطة تعطي الأمل للجمهور، ولذلك فهو معني بإعطاء الأمل للجمهور الذي يريد جذبه من أجل التصويت له. فطبعا تقدم بهذه تقدم بهذا الوعد. طبعا يراهن حسن روحاني بشكل كبير على الإدارة الدبلوماسية التي لديه والتي يعني قادها خلال السنوات من 2013 وحتى 2017 السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية. وبالتوازي اليوم مع إعلان حسن روحاني بالأحرى بالأمس مع إعلانه عن عمله لرفع العقوبات، كانت اليوم الحسابات الخاصة والقريبة من الرئيس حسن روحاني تنشر نوع من إذا صح القول لائحة بالإنجازات الدبلوماسية التي قام بها محمد جواد ظريف وزير الخارجية الذي يعني كان يخدم في حكومة حسن روحاني. استاذ عباس أصلاني تحدثت قبل الفاصل عن مسألة الخيارات المتاحة أمام الأصوليين، وأنت تعتقد بأنه لن ينسحب أي مرشح للآخر، يعني لن ينسحب قالبة في رئيسي أو العكس، وسيبقي الأصوليون على المرشحين. ولكن ماذا لو هذا التشتت للأصوات للأصوليين أدى إلى حسم حسن روحاني الجولة منذ البداية، يعني في الجولة الأولى؟
من فکر میکنم خب این یک موضوعی هستش که خب از دو زاویه میشه به اون نگاه کرد. برأيي يمكن ان نراقب هذا الامر من زاويتين. على عكس ما قلتم يمكن ان يكون هذا عدم الاتساق اذا ما اردنا ان نسميه هو بحد ذاته تناغم اكبر بين المرشحين، لانني اعتقد ان جزءا من الاصوات التي سوف تدلى للسيد قالبوف والاصوات التي سوف تدلى للسيد رئيسي هي ليست اصوات مشتركه وليست في نفس السله، لذلك اذا ما انسحب احدهما لصالح الاخر فمن المحتمل ان هذه الاصوات التي سوف تكون للسيد قالبوف لا تذهب للسيد رئيسي وتذهب للسيد روحاني، وعلى العكس. لكن إذا ما كانت هذه الأصوات التي أتحدث عنها لأحدهما وأضيفت للسيد روحاني فسوف ينتخب من المرحلة الأولى أو من الدورة الأولى على أنه رئيس للجمهورية. هذا هو أحد اعتقاداتي، ويمكننا أن ننظر إلى هذا الموضوع من زاوية أخرى. إذا ما قرر أن يبقى هذان المرشحان حتى نهاية الانتخابات فذلك سوف يؤدي إلى أن يقسم طيف الأصليين إلى قسمين وإلى معسكرين، وفي المقابل سوف يكون لدى السيد روحاني حظوظا أكبر للحصول على أصوات أكثر في المعسكر الآخر ويفوز من الدورة الأولى. برأيي تحديد هذا الموضوع وتوقعه صعب نوعا ما، ولا يمكننا أن نحدد منذ الآن ماذا سيحصل ومن هو الذي سوف يربح في الدورة الأولى وفي الانتخابات التي حصلت في السابق في إيران. كنا نشهد كثيرا من الأحداث غير المتوقعة، وكثير من المرشحين الذين لم يكن أحد يتوقع فوزهم قد فازوا في الانتخابات، لذلك لا يمكننا أن نعبر عن أي رأي صريح حيال مستقبل هذه الانتخابات. كما أشرت هناك زاويتان للنظر من هذا الموضوع. إذا ما انسحب أحد المرشحين لصالح الآخر فقد تذهب أصواته إلى السيد روحاني وينتخب من المرحلة الأولى، ولكن من ناحية أخرى إذا ما بقي هذان الشخصان مرشحين عن الأصوليين فعدم التناغم قد يؤدي إلى أن تعطى الأصوات للسيد روحاني. وحتى الآن أعتقد أنهما إلى الآن أعتقد أنهما قد قررا أن يبقيا على هذا الحال في الانتخابات كمرشحين حتى تجري الانتخابات ونرى ما الذي سيحصل. نعم علي، يعني للمراقب يبدو أن معسكر الإصلاحيين هو أكثر تماسكا من المعسكر الأصولي، لأي مدى هذا صحيح؟ المسألة ليست بهذا الشكل. المعسكر طبعا المعسكر الإصلاحي ليس لديه مرشح إصلاحي، لديه مرشح من التيار الاعتدالي ولو هو حسن روحاني. إذن كل الأصوات الإصلاحية ستذهب في هذا الاتجاه. أما بالنسبة للمعسكر الأصولي، خلال سنوات طويلة ظلت مشكلة أزمة القيادة موجودة لدى المعسكر الأصولي، وحتى في الانتخابات السابقة انتخابات 2013 كان لدى الأصوليين 5 من المرشحين في مواجهة حسن روحاني وحيدا مدعوما من الإصلاحيين، طبعا في يعني حتى في نهاية الانتخابات. إذن لم يتمكن بعد الأصوليون من التوصل إلى ربما مرشح واحد يمكن أن يضعوا كل أصواتهم خلفه. حاولوا خلال هذه الانتخابات ونجحوا نسبيا من خلال جمنة أن ينتخبوا من المرشحين أو من الذين لديهم رغبة في الترشح مجموعة من الأسماء، ووصل في النهاية قالبوف ورئيسي. لكن تقارب الأصوات وتقارب النسب بحسب استطلاعات الرأي ما بين قالبوف وبين رئيسي، وأيضا رئيسي يعني بالنسبة لقالبوف هو يعتبر بأن لديه الأحقية في أن يكون المرشح الرئيسي، ويرى نفسه بأنه قادر وقوي ولديه التجربة الطويلة التي تمكنه من الوصول إلى رئاسة الجمهورية. في المقابل أيضا السيد رئيسي يرى بأن لديه التجربة وأن لديه الجماهيرية وأن يعني بأنه يستحق أن يأخذ هذه الفرصة. لذا يعني أمام هذان الشخصان، أمام هاتين الشخصيتين
القويتين إذا صح التعبير، وكلاهما لديه عمق في الشارع اليوم تحديدا بعد هذه الأيام التي مرت من حملات انتخابية. أصبح من الصعب جدا أن يقف شخص في التيار الأصولي تحديدا مثلا جمنة وتقول نحن حسمنا الأمر وسنعطي الراية، راية المرشح الرئيسي الفلاك بيرر يكون قاليباف أو أن يكون رئيسي، لأن هذا الأمر له تداعيات كبيرة على التيار بشكل عام. الأفضل بالنسبة لديهم ربما سيكون يعني الذهاب بالاثنين إلى الانتخابات، نحن نقول الأفضل بالنسبة لديهم لكي لا يأخذوا قرار في هذه اللحظة، لكن في نهاية المطاف هذا الأمر قد يكون له انعكاس سلبي وتذهب جزء كبير من الأصوات الرمادية باتجاه حسن روحاني عند ذلك من أجل حسم هذه الانتخابات من الدورة الأولى وعدم الذهاب إلى دورة ثانية. طيب الآن سنختم الحديث عن التطورات الانتخابية لنضيء على مسألة هامة جدا بالنسبة لإيران، ربما هي تنعكس أيضا على ما تحدثنا به في بداية الحلقة مسألة الأمن، ولكن الآن الأمن الإلكتروني، حيث تولي إيران أهمية خاصة لهذا الموضوع. على هذا الأساس أنشأ وحدة خاصة للأمن السايبري لمواجهة خطر التعرض لأي هجوم إلكتروني. عبد الرحمن عز الدين. إيران باتت قادرة على منافسة السايبر الأمريكي، عنوان مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز عام 2015. الصحيفة كشفت عن وثيقة لوكالة الأمن القومي الأمريكي تشير إلى أن الولايات المتحدة وبعد نجاحها في استهداف البنى التحتية للمنشآت النووية الإيرانية فتحت باب التنافس السايبري بين إيران وأمريكا، حيث شنت إيران هجمات انتقامية. الاعتراف الأمريكي سبقه بثلاث سنوات تقرير لمركز بحوث التنمية الدولية في لندن تناول فيه ما سماه الجيش الإلكتروني الإيراني. كشف التقرير أن هذا الجيش هو عبارة عن وحدة خاصة مكونة من أربعة أقسام ويضم آلاف الخبراء. رأى التقرير آنذاك أن إيران اجتازت المرحلة الأخيرة في طريق شن حرب إلكترونية ضد الولايات المتحدة والدول الغربية. تقرير المركز أشار إلى أن عمل الخلايا يتنوع بين ما هو دفاعي وما يوقف محاولات التسلل إلى شبكة الحواسيب الإيرانية، فيما تعمل خلية أخرى على التكتيك الهجومي وتستهدف تطوير قدرات تمكنها من ضرب منشآت حساسة، كما يستهدف الجيش الإلكتروني اختراق وضرب المفاعلات النووية والمؤسسات المالية والاقتصادية. يضم الجيش الإلكتروني وحدة متخصصة بفك رموز الشفرة الإلكترونية، وهي التي نجحت في فك رمز شفرة الطائرة الأمريكية من دون طيار والتي أسقطت داخل الأراضي الإيرانية عام 2011. حذر التقرير في النهاية من استمرار تطور القدرات الإيرانية لأنه سيصعب إلحاق الضرر بها في هذا المجال. ترصد الحكومة الإيرانية ميزانية كبيرة تحت بند مشروع مواجهة الحرب الناعمة والدفاع السايبري وزيادة الحماية الأمنية الإلكترونية. وفقا للخطة سيتم العمل على إيجاد نظام موحد للدفاع الإلكتروني على مستوى البلاد، كما سيتم توسيع مستوى التعليم الإلكتروني السايبري للمديرين والموظفين في الأجهزة والدوائر التنفيذية من أجل التصدي لاختراق الأنظمة الإلكترونية لدى مؤسسات الدولة المهمة. سيد أصلاني، بناء على ما يعني شهدناه في هذا التقرير، ما هي العوامل التي أدت إلى هذا التطور السايبري لإيران رغم العقوبات عليها، رغم يعني العمل على إخراجها من المنظومة الدولية؟ بالنسبة لأهمية هذا الموضوع أود أن أوجز ببعض العبارات. في السابق بعض الدول من أجل التأثير على سياسات الدول الأخرى كانوا يستخدمون الحروب وكانوا يستخدمون القوة العسكرية، ونحن قد شهدنا ذلك في القنابل الذرية التي ألقت على هيروشيما وناكازاكي. وبمرور الوقت لاحظنا إضافة إلى العقوبات الاقتصادية، وقد كان لديها تبعات أقل على الدول التي تقوم بها. وبالتطور التكنولوجي نشهد أيضا تناميا في هذه الوسائل التي تهجم بها الدول على غيرها، ومن بينها السايبر التي تستخدمها كثير من الدول.
وهجمات السايبر. يمكنني هنا أن أقول أن هجمات السايبر هي أكبر تهديد غير نووي في هذا القرن، من ناحية لأن الدول عادة لا تتحمل مسؤولية هذه الهجمات ولا أي دولة تتبناها، وعلاوة على ذلك ونظرا إلى كمية التعقيد الموجودة في هذا السياق، من الصعب جدا أن نحمل المسؤولية لدولة أخرى على هذه الهجمات. ولكن في الملف النووي هناك بعض المعاهدات من أجل مراقبة وحظر الانتشار النووي، ولكن أعود وأشير إلى التعقيد الموجود في مجال السايبر، حيث ليس هناك أي آليات للسيطرة على هذا الموضوع. وطبعا تكلفة استخدام هذه الأساليب هي أقل بكثير مما للوسائل الأخرى. وفي إيران هناك استراتيجيات تتناول الدفاع والهجوم، وعندما تتعرض إيران لكثير للهجمات فهي مجبورة أن تقوم ب الاستثمار في مجال الدفاع أو نعم. وضع موازنات من أجل الدفاع. أستاذ أصلاني سنتابع معك بعد قليل، وسنضيء لو سمحت قليلا الآن على كيف عملت إيران على توفير حماية إذن لمنشآتها عن طريق تدعيم قدراتها السيبرية الدفاعية والهجومية، بعدما تعرضت منشآت إيرانية عديدة سابقا لهجوم إلكتروني إسرائيلي وأمريكي. التفاصيل سنستمع إليها مع زميلتنا فاطمة روماني. مساء الخير فاطمة. مساء الخير لنا. مساء الخير علي. شكرا. أهلا بكم. تعرض إيران إلى العديد من التهديدات الإلكترونية الداخلية والخارجية دفعها إلى تدعيم قدراتها السيبرية الدفاعية والهجومية. ونتيجة النمو المتسارع الذي حققته إيران في هذا المجال، أصبحت عام 2013 واحدة من أهم اللاعبين الأساسيين على ساحة الحرب الإلكترونية الدولية، وباتت الدول الكبرى ولا سيما إسرائيل والولايات المتحدة تنظر إليها كمصدر تهديد. في مارس أذار من العام 2013 أعلن المرشد الأعلى السيد علي خامنئي إنشاء المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، حيث بدأت عملية تجديد واسعة تحت مسمى جيش إيران الإلكتروني لتعزيز قدرات البلاد. الدافع حينها كان سعي إيران لتوفير الحماية لمنشآتها في مواجهة ستاكسنت، ذلك الفيروس المعقد الذي أصاب منشآت صناعية في مختلف أنحاء البلاد، وكان المسؤول عن فقدان طهران كما هائلا من البيانات الممكننة. كما تعرضت منشآت نفطية إيرانية إلى هجوم إلكتروني إسرائيلي. وعام 2014 وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان الفضاء الإلكتروني ساحة جديدة للحرب يومها. تجاوز اهتمام تل أبيب مواجهة الصواريخ إلى مواجهة تحد آخر صنعته الهجمات السيبرية التي قالت أن مصدرها كان إيران بصورة رئيسية، وهو ما كشف أن طهران تقوم بجهد هائل في مجال تطوير قدراتها الهجومية. كما تمكنت أجهزة الاستخبارات الإيرانية من تسجيل خرق واسع النطاق للحواسيب الإسرائيلية، وشملت شخصيات رفيعة المستوى من عسكريين وسياسيين. فيما بعد شددت الأبحاث الإسرائيلية على أن القدرات الإيرانية الجديدة تفرض على تل أبيب والعواصم الغربية إطلاق سفارة إنذار والعمل سريعا وبحزم للوصول إلى تفوق نوعي في الفضاء الإلكتروني، مشيرة إلى أن أهمية هذا الفضاء لأمن إسرائيل تدفع إلى إيجاد قبة حديدية، ولكن هذه المرة رقمية، لمواجهة الخطر الإيراني المتنامي. الهجمات الإلكترونية الإيرانية المفترضة لم تقتصر على إسرائيل، بل طاولت أيضا المصارف والمؤسسات المالية الكبرى في الولايات المتحدة وشركات الطاقة والبنى التحتية، كما طاولت أجهزة التحكم وتدابير السلامة في البنى التحتية الحيوية الأمريكية مثل النفط والغاز والكهرباء. وفي العراق تمكنت إيران من تحقيق إنجاز وصفه الإسرائيليون بالمذهل، إذ تمثل في إبطال عمل هيئة القيادة التي تتحكم في تشغيل وتوجيه الطائرات من دون طيار الأمريكية العاملة في العراق، مع العلم أن مقر هذه الهيئة موجود في قاعدة عسكرية داخل الولايات المتحدة. عودة إليك لانا. شكرا لك فاطمة على هذه المعلومات الهامة. وسؤال سريع لك علي في الختام، واضح أن المواجهة الأساسية هي بين إيران الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل،
في المنطقة، وهذا الأمر سيتخذ شكلا أكثر قساوة وضراوة في المرحلة المقبلة أم لا؟ ربما بعد الاتفاق النووي يعني توقع البعض أن قد يتبدل هذا الأمر، أم أن الأمور قد تأخذ عن فعلا منحا مختلفا؟ لأن بعد الاتفاق النووي جاء ترامب، يعني في نهاية المطاف انعكاسات الاتفاق النووي أصبحت محدودة جدا، وكل الأجواء الإيجابية التي انتشرت منذ تموز 2015 وحتى نهايات العام 2016، يعني إمكانية الحديث ما بين طهران وواشنطن، انتهت بمجيء ترامب، ويعني تحولت الأمور باتجاه آخر. لذلك حتى اليوم يعني الآن نتحدث عن المواجهة السيبرية، أعتقد بأنه المواجهة السيبرية هي المرشحة لترتفع أكثر، وتحديدا اليوم لدينا أخبار يعني في هذا الإطار عن هجمات إلكترونية واسعة. لذلك يعني هذا هو الاتجاه الذي سينظر باتجاه العالم، ولذلك إيران تستثمر فيه لأنها تعرضت للكثير من الهجمات، تحديدا كما قالت الزميلة في التقرير، وكما قال الزميل عبد الرحمن أيضا في تقريره، ستوكس نت لا يزال ماثلا لدى الإيرانيين، كيف استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال فيروس إلى المفاعلات النووية. لذلك من غير المسموح بالنسبة للقيادة الإيرانية بعد اليوم بحسب ما تعبر هي أن يستطيع أي كان من اختراق الأجهزة أو الإمكانيات الإيرانية أو القوة الإيرانية من خلال هكذا فيروسات. نعم، لا أدري إذا كان لدينا بعد متسع من الوقت لنتحدث مع أستاذ عباس أصلاني. في كل الأحوال أعتذر منك أستاذ أصلاني، كنا نتمنى أن نتحدث بعد في هذا الموضوع لأنه مهم، ولكن أريد أن أشكرك على انضمامك لنا لهذه الحلقة من رئاسيات إيران 2017. شكرا جزيلا لك، مدير شؤون دولية في وكالة تسنيم الإيرانية، كنت معنا من طهران، وأيضا زميلنا علي هاشم، شكرا لك محلل الشؤون الإيرانية والإقليمية في الميادين. وشكرا الأكبر لكم مشاهدينا على المتابعة، بإمكانكم الاطلاع على مزيد من الأخبار عبر صفحات الميادين على الموقع الميادين.net أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.